مساء الخير، الله يعطيكم العافية، وإن شاء الله يا رب إنها تكون ساعات استجابة للدعاء، وإن شاء الله يا رب إنها تكون في ميزان حسناتكم جميعا. الصبر مطلوب في الفترة هاي، وبنصح نصيحة قبل ما أبلش بالدرس الأخير من هاي الوحدة اللي هو درس المساحة. بنصح نصيحة لوجه الله تعالى إن كل تركيزك يكون فقط على شيء واحد، اللي هو ما تنتبه للإشاعات. يعني خلينا نكون أدق شوي. المطلوب منا إحنا كطلاب في هالفترة نلتزم بس بالمصادر المعتمدة، وزارة التربية، مواقع وزارة التربية فقط، هاي هي المصادر اللي إحنا نسمع لها في الفترة هاي. الإشاعات كل يوم في قرار، كل يوم في ما قلناش إحنا بنقولها، أنت المطلوب منك فقط تعمل اللي عليك، باقي الأشياء هاي كلها أنت مش موكل فيها، مطلوب تعمل اللي عليك، تركز بدراستك، ما تلتزم بالإشاعات. معنا وقت كويس شهرين نقدر نلحق فيهم أي خلل ممكن صار. بطلب كمان شغلة ثانية، إنه من الطلاب إنه بهاي الأيام، بهاي الفترات، ينظم أوقات الدراسة أكثر شوي، نزيد ساعات الدراسة أكثر شوي، حركة ما في، معناته مطلوب يكون كل تركيزنا بالدراسة. الامتحانات أنا من وجهة نظري راح تكون امتحانات من الكتاب مباشرة، ما فيها أي تعقيدات. انتباهك للمصادر المعتمدة في الكتاب أولوية. إحنا طبعا تعاملنا بنحل، بنمر على كل أسئلة الكتاب، بنمر عليها ونحلها كاملة. اللي بطلبه منك إنك بس الحصة اللي بتخلص تاخذ تمارينها أو تدريباتها، تحلهم وتنتقل للحصة اللي وراها. طبعا إحنا راح نحكي في الموضوع الأخير اللي هو موضوع بنسميه موضوع المساحة. هذا الموضوع موضوع جدا سهل، مطلوب منك بس شوية تركيز. بعض المعلمين، بعض الزملاء المعلمين بيقول لك لازم تتعلم الرسمات. احنا ما راح نحفظ الرسمات، الطريقة اللي تتعامل فيها طريقة سهلة ان شاء الله. مثال واحد بشرح لك كيفية التعامل مع اي سؤال من أسئلة المساحة. بتوقع هذا الموضوع راح ياخذ منا 3 فيديوهات، المساحة الأول والمساحة الثانية والمساحة الثالثة، اللي هي الأسئلة المطورة على فكرة المساحة. يا ريت إنك تتابع معنا أول بأول، وبعد هيك إن شاء الله الأمور كلها بتكون في الاتجاه الصحيح. فكرة المساحة، بس هيك تعليق صغير عشان نكون إحنا واضحين. لو أنا رسمت لك اقتران أي المحورين، رسمت لك اقتران معين، وحطيت لك لهذا الاقتران أعمدة بحيث أنها تكون هاي الأعمدة تمثل حدود، هاي الأعمدة تحملون الأعمدة مش عم تطلع معنا زي ما بدنا، هاي ألف، هاي باء، هاي المساحة المظللة باللون الأحمر، هاي المساحة المظللة باللون الأحمر، شايفينها هاي؟ هاي يمكن التعبير عنها على إنها تكامل من ألف لباء. الاقتران اللي فوق اللي هو اسمه قاف السين، والاقتران اللي تحت اللي هو محور السين اللي هو صفر، يعني قاف السين ناقص صفر. نكتب هون دال السين. إذا من هاي الفكرة البسيطة أنا بقدر أوصل لشغلتين مهمات. بيهمني أول إشي أعرف الأعمدة اللي أنا بكامل عليها اللي هي قيم سين، بيهمني أعرف الاقترانات اللي أنا محصور بيناتها اللي هي قيم صاد. عشان هيك اي سؤال مساحه بدك تبلش تحل فيه، انت لازم تحط قيم سين وقيم صاد بناء على نص السؤال، وبعد ما تحط قيم سين وقيم صاد تنتقل بعدها لخطوات الحل. الموضوع جدا بسيط، ما بده تعطيه يعني ستريس في التعامل معاه مباشره، بس تحل بقيم سين وصاد بتصير الامور سهله، وما راح تتغلب الامثله ان شاء الله. طبعا باكد انه ملف الفي دي اف المرفق هو الملف الدوسيه اللي هي موجود فيها انا والدكتور، عفوا الدكتور، انا والدكتور العفوري والدكتور والاستاذ علاء الجراح. احنا بنشتغل كلنا بنفس الطريقه، ما في خلاف على هاي الطريقه نهائيا في درس المساحه. عشان هيك رح تكون الدوسيه المشتركه هي مرجعنا، رح انا اعمل لكم مرفق ملف الفي دي اف اللي في هذا الموضوع. نبلش بالأمثلة. أنا بعطيك بس مثال الأول، وما في داعي إنك تحفظ رسمات. في طلاب بقول لك لازم نحفظ رسمات، ما في داعي نحفظ رسمات. طلع هذا المثال شو بقول لك؟ ما مساحة المنطقة المحصورة بين منحنى
الاقتران اللي اسمه قاف السين يساوي سين تربيع زائد واحد، والمستقيم صاد يساوي خمسة. هل تكونوا أنتم بالصورة هون؟ طلعوا على الخطوات. أول خطوة راح نعملها، رايحين نعمل جدول صغير، وهذا الجدول حط فيه قيم سين وقيم صاد. راح أحط جدول صغير، راح أحط عليه هذا الجدول قيم سين وقيم صاد. قيم سين عادة بتكون تمثل أعمدة، قيم صاد تمثل الاقترانات. خلينا نشوف، نقرأ نص السؤال كلمة كلمة. لما أنا أقول لك قاف السين يساوي سين تربيع، يعني صاد تساوي، فبحط هاي قيمة قيم صاد، هاي سين تربيع زائد واحد. لما أقول لك المستقيم صاد تساوي خمسة، هاي كمان قيمة من قيم صاد، صاد تساوي خمسة. لاحظ عندي قيم سين ما في. في مثل هاي المسائل، أول خطوة، خطوة رقم واحد، بروح بعمل حفلة مساواة بين قيم مين؟ بعد ما أخلص الجدول بعمل حفلة مساواة بين قيم سين. حفلة مساواة مكونة إنك تمسك القيمة الأولى اللي هي سين تربيع زائد واحد تساويها بالقيمة الثانية. طب لو كان عندي أكثر من قيمة، كل تنتين بتساويها من بعض، بتطلع الأجوبة. الأجوبة هاي راح يطلع معك سين تربيع تساوي أربعة، يعني عندي حلين، إما سين تساوي اثنين أو سين تساوي سالب اثنين. مجرد ما تحط هذول العمودين هون صار عندك الحل كالتالي. أول خطوة بتحط الأعمدة، الأعمدة هاي بنرسمها باللون الأخضر. طبعا بترقم انت، ترقيم منطقي يكون سالب واحد، سالب اثنين، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. هاي سالب واحد، وهي واحد، هاي اثنين، هاي ثلاثة، هاي أربعة، وهكذا. ارسم منحنى، هاي أول خطوة. ثاني خطوة بدك تحدد الأعمدة، هاي الأعمدة بدي أحط لك إياها باللون الأزرق. عمود السالب اثنين اللي هو الأعمدة اللي طلعت معك، مين هم الأعمدة اللي طلعت معك؟ هاي عمود وهي عمود، وإذا في هون أعمدة برسمها. إذا في الأعمدة وين تيجي؟ من نص السؤال ومن عمليات المساواة اللي هي نقاط التقاطع باختصار. هاي عمود السالب اثنين وهاي عمود الاثنين، تمام؟ ما في غيرهم. هسا انت مطلوب تبلش من اول عمود وتنتهي باخر عمود. كيف تبلش؟ كيف يعني؟ شو قصدك يا استاذ؟ يعني تمسك القيمه الاولى اللي هي س تربيع زائد واحد هاي، وتبلش من عمود السالب اثنين، تعوض سالب اثنين تربيع اربعه وواحد خمسه، فهاي اول نقطه. سالب واحد تربيع واحد وواحد اثنين، هاي ثاني نقطه. سالب واحد تربيع صفر تربيع صفر واحد، أنا بعوض كل القيم بين العمودين الأول والأخير. صفر تربيع صفر واحد واحد، واحد تربيع واحد واحد اثنين، اثنين تربيع أربعة واحد خمسة، وبتوصل بين هاي النقاط اللي أنت حددت، توصل بيناتها بمنحنى بسيط جدا وبدون أي تعقيدات. برا لا تطلع، ما في داعي إنك تطلع برا. هاي بالنسبة لرسمة المنحنى الأول. نيجي على رسمة المنحنى الثاني. شو ما عوضنا هذا اقتران ثابت، هون خمسة وهون خمسة وهون خمسة وهون خمسة. شو ما عوضنا الاقتران ثابت، هاي رسمته من أول خط لآخر خط. هاي رسمة صاد تساوي خمسة، وهاي رسمة إيش؟ الاقتران اللي اسمه قاف السين يساوي سين تربيع زائد. بس تخلص، بس تخلص بتروح بتحدد من الجدول الأشياء المطلوب منها تحدد الرسمة. مطلوب منك تحط الرسمة ب س تربيع زائد واحد وب خمسة. جدول بس، انسى الأعمدة اللي طلعت معك، فقط من الجدول. العمود مطلوب منك تمشي على س تربيع زائد واحد والخمسة. كيف بدك تمشي؟ هاي س تربيع زائد واحد أنا ماشي عليها هون، والخمسة أنا ماشي عليها هون. المنطقة اللي بيناتهم هاي، هاي المنطقة هي منطقة المساحة المطلوبة. كيف أحل يا أستاذ؟ أحل بكل بساطة، بقول والله بكامل من أول عمود لآخر عمود. إذا كان في أكثر من عمود في المنطقة، بين كل عمودين في تكامل. إذا أول ملاحظة، بين كل عمودين عندي أنا في الرسمة هاي
في تكامل، لكن انا عندي عمود اف خلاص في لي تكامل واحد. من وين لوين؟ من سالب 2 ل 2. مين اللي فوق؟ اللي هو في عمود وهمي هون في النص، عمود وهمي هون في النص، عشان تعرفني في النص لا على الطرف هذا ولا على الطرف هذا، في النص بتخيل عمود وهمي. بين كل عمودين بتحط عمود وهمي، هذا بالنظر احنا كمان شو راح نصير نسويه. راح يقول لك انه اللي فوق 5 واللي تحت س تربيع زائد 1، فانت بتقول لي اللي فوق 5 واللي تحت س تربيع زائد 1 د الس، فوت الاقواس بصير 4 ناقص س تربيع. من وين لوين؟ من سالب 2 ل 2. هاي هي قيمة المساحة. الآن وظيفتك تحسب هذا التكامل، هذا التكامل حسابه 4 س ناقص س تكعيب على 3 من سالب 2 ل 2، تعويض اللي فوق بيطلع معاك 8 ناقص 8 على 3 وتعويض اللي تحت بيطلع معاك سالب 8 ناقص ناقص 8 بصير موجب 8 على 3 وبيناتهم إشارة ناقص، وكل المسألة على بعضها جوابها 32 على 3. هاي قيمة مين؟ قيمة المساحة. الموضوع جدا بسيط بالخطوات. لو إجينا نكتب الخطوات كيف راح نكتب الخطوات؟ الخطوات كالتالي. أول شغلة واحد تحديد الجدول، قيم س وقيم ص من خلال الجدول. الخطوة الثانية حفلة مساواة، حفلة مساواة بين مين؟ بين قيم ص. ثلاث رسم الأعمدة، أي أعمدة؟ الأعمدة اللي إجت من المساواة والأعمدة الموجودة أصلا في الجدول. أربعة اللي هي نقاط التقاطع، هاي أربعة رسم كل اقتران من وين وين؟ من أول عمود إلى آخر عمود بالتعويض. كل اقتران يعني كل قيمة من قيم ص. خمسة تحديد المنطقة، المنطقة كيف بنحددها؟ بناء على الجدول الأصلي. ستة بعد ما تحدد المنطقة بين كل عمود وعمود، بين كل عمود وعمود مضلل يوجد تكامل. وآخر خطوة التكامل، تكتب من ألف لباء، يعني من العمود الأول للعمود الثاني، من العمود الثاني للعمود الثالث، من العمود الثالث للعمود الرابع. شو بكون داخل التكامل؟ داخل التكامل في خط وهمي، يعني داخل المنطقة في خط وهمي بيبين لك الاقتران الأعلى ناقص الاقتران الأدنى. هاي المساحة الجزئية الأولى، والمساحة الجزئية الثانية بنفس الطريقة. المساحة إذا طلع أكثر من عمود راح يطلع عندك أكثر من مساحة أكيد، وبتجي مع الجواب الأخير. تمام؟ خلينا ناخذ إيش؟ مثال ثاني، نوضح الفكرة بمثال ثاني. مثال بقول لك هون، ما مساحة المنطقة المحصورة بين منحنى اسمه قاف السين يساوي جذر سين زائد واحد ومحور السينات ومين؟ والمستقيم سين يساوي 3. طيب أنا كطالب لو بدي أشتغل هذا المثال، كيف بدي أشتغل هذا المثال؟ أشتغله كالتالي، جدول، هاي جدول، قيم سين وقيم صاد. قيم سين من نص السؤال، سين تساوي 3. طب قيم صاد محور السينات، هذا قيمة لقيم صاد اسمها صفر. طب محور الصادات قيمة لقيم السين اسمها صفر، والقيمة الثانية اللي هي جذر سين زائد واحد. هاي الخطوة رقم ايش؟ واحد. الخطوة الثانية حفلة المساواة، جذر سين زائد واحد تساوي صفر، تربيع الطرفين، السين تساوي سالب واحد. إذن أنا كم صار عندي قيمة للسين؟ قيمتين، ثلاث اللي هي من السؤال الأصلي، ومن المساواة اللي هي إيش؟ السالب واحد. الخطوة الثالثة رسم الأعمدة. هاي ما تستعجل كثير، واحد اثنين، واحد اثنين، واحد اثنين، واحد اثنين،
أي سالب 3، سالب 2، سالب 1، 1، 2، 3، 4، 5، وهكذا. أي 1، 2، 3، 4، 5. يعني نرسم العامل، العامل نرسمه باللون الأخضر، هي عمود مين؟ عمود الثلاث، أي عمود الثلاث. عمود مين؟ عمود السالب 1، أي عمود السالب 1. إذا الرسمة تبدأ بالعمود الأول اللي هو عمود السالب 1 وتنتهي بالعمود الأخير اللي هو عمود مين؟ الثلاث، بيناتهم بس الرسم، ما بدي برا الرسم. الخطوة اللي وراها بدنا نعوض، نعوض مين؟ نرسم الاقتران الأول اللي هو صفر، كيف نرسمه؟ هي من هون لهون شو الأجوبة كلها بتطلع؟ تطلع صفر، إذا هي الرسمة الأولى الخط الأول هي الاقتران الأول اللي هو هذا. نرسم الاقتران الثاني هو جذر س زائد 1، يلا عوض. سالب 1 هو 1 صفر تحت الجذر. صفر صفر واحد واحد تحت الجذر واحد، واحد هو واحد اثنين تحت الجذر جذر اثنين، اثنين هو واحد ثلاثة تحت الجذر أقل من اثنين بشوي لأنه يعني اثنين هي جذر الأربعة، ثلاثة هو واحد أربعة تحت الجذر قديش بيطلع الجواب اثنين، وارسم منحنى وصل بيناتهم. تمام، هي رسمت الاقتران. الخطوة الأولى جدول، الخطوة الثانية مساواة حفلة مساواة، الخطوة الثالثة اللي هي نرسم الأعمدة، الخطوة الرابعة نرسم الاقترانات بين الأعمدة عن طريق التعويض، الخطوة الخامسة اللي هي إيش؟ نعمل نحدد المنطقة. كيف نحدد المنطقة؟ من نص السؤال من الجدول نفسه، واحد اثنين ثلاث عمود الثلاث وخط مستقيم اسمه ص تساوي صفر واقتران اسمه إيش؟ ص تساوي جذر، بس هذول اللي لهم دخل في المساحة، فطلعت عندي هاي المساحة المطلوبة. المساحة المطلوبة من وين لوين؟ أول عمود إلها سالب واحد وآخر عمود إلها اللي هو ثلاثة، بين كل عمود وعمود في تكامل، هي المساحة المطلوبة صح؟ مين الاقتران اللي فوق؟ عشان أعرف الاقتران اللي فوق، هاي الخطوة اللي ننتبه لها كويس، عشان أعرف الاقتران اللي فوق يطلع هون 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 عندك خط وهمي في النص، هي أنا خلنا أحدد لك إياها باللون الأسود، خط وهمي في النص اللي فوق اللي هو الجذر واللي تحت، يعني بتروح بتترك العمود الأول بتترك العمود الثاني وبيناتهم تحط خط وهمي عشان تعرف مين الاقتران اللي فوق، الاقتران اللي فوق اللي هو مين؟ الجذر. الاقتران اللي تحت اللي هو مين؟ اللي هو الصفر، فبتكامل انت من وين لوين؟ من سالب 1 ل 3، الاقتران اللي فوق اللي هو جذر س زائد 1 والاقتران اللي تحت اللي هو صفر. هذا كله بنعرف نكامله، س زائد 1 قوة نص، شو تكامله؟ س قوة زائد 1 قوة 3 على 2 على 3 على 2، وتعويض من سالب 1 ل 3، تعويض اللي فوق وتعويض اللي تحت، بيطلع الجواب كله 16 على 3 ناتج عملية التعويض. هذا مثال بوضح لك كيف نشتغل احنا طريقة ايش؟ درس المساحة. أعتقد الأمور صارت واضحة. خلينا ناخذ مثال ثالث. مثال ثالث. شو بقول لك المثال هون؟ ما مساحة المنطقة المحصورة بين الاقتران اللي هو س تربيع وبين منحنى الاقتران الهاسي اللي هو 2 ناقص س وبس وسكت مباشرة جدول تحط عليه قيم س وقيم ص، قيم س ما في عندي قيم س، قيم ص اللي بيسأل هاي قيمة الصاد الأولى وهي قيمة الصاد مع قيم ص، اقترانات يعني قيم ص، قيمة الصاد الأولى س تربيع وقيمة الصاد الثانية 2 ناقص س، هاي خطوة رقم ايش؟ 1. الخطوة الثانية حفلة مساواة بين قيم ص س تربيع تساوي 2 ناقص س، هاي الحفلة المقصود فيها إيجاد نقاط تقاطع. طيب نصفرها ونطلع حلول عن طريق التحليل، س زائد 2 وس ناقص 1، شو الحلول؟ س تساوي سالب 2 وس تساوي 1، هاي هي الحلول، سالب 2 والواحد، هاي خطوة رقم مين؟ 2. خطوة رقم 3 شو هي؟ عملية ايش؟ بعد عملية المستوى نرسم الأعمدة. طبعا ما تستعجل بالتأكيد نهائيا، ما تستعجل، السؤال مفروض الوقت الطبيعي له ياخذ معك 7 دقائق، انت بتحله ممكن تحله 3 دقائق بعرف، لكن استعجال يعني ما له داعي. 1 2 3 4 5 6 يلا، هاي عمود السالب 2 وهي عمود الواحد، فقط بين هذول العمودين الرسم فقط. طيب نيجي نرسم الاقتران الاول اللي هو مين؟ س تربيع، بلش بالسالب 2
عوض كل القيم من السالب 2 للواحد، عوض سالب 2 تربيع 4، هاي 1 2 3 4، هاي 4. طيب سالب 1 تربيع 1، 0 تربيع 0، 1 تربيع 1، وتنتهي الرسمة بهذا الشكل. هاي رسمنا الاختراع الأول. طيب نيجي على الاختراع الثاني، مين هو؟ 2 ناقص س. كيف نرسم 2 ناقص س؟ هاي نختار له لون أزرق. يلا عوض، 2 ناقص ناقص 2 4، 2 ناقص ناقص 1 3، 2 ناقص 0 2، 2 ناقص 1 1، وترسم خط مستقيم. هو اختراع خطي فأكيد خلاص بطلع خط مستقيم. بعد ما أخلص الخطوة الثالثة والرابعة اللي هي الأعمدة والرسمة، باجي بقول الجدول الأصلي بيقول لي أنا بدي هاي وهاي فقط في الرسمة، يعني انسى الأعمدة بس فكر لي في هاي وهاي. يعني لما نيجي نحدد المنطقة فقط بطلع على الجدول، ما بطلع على هاي خلص خلصت منها، بطلع على الجدول الأصلي. بقول لي الاقتران الأول هي والاقتران الثاني هي، بيناتهم هاي المنطقة محصورة بيناتهم. القانون بيقول لك بين كل عمود وعمود تكامل، فأنا عندي مساحة واحدة اللي هي بتبلش من عمود السالب 2 هي وتنتهي بعمود الواحد اللي هو هي. بتكتب هون السالب 2 لواحد. مين الاقتران اللي فوق؟ اللي هو الخط اللي هو 2 ناقص س. كيف نعرف الاختلاف اللي فوق؟ للمرة الثانية بأكد لك عليها هاي المعلومة، عشان تعرف الاختلاف اللي فوق حط بين العمودين، حط عمود وهمي بحدد لك اللي فوق هي هون واللي تحت هي هون. فاللي فوق اللي هو 2 ناقص س، واللي تحت مين هو؟ الاقتران التربيع اللي هو ايش؟ س تربيع. وبعد ما ندخل السالب على الكل بتكامل من سالب 2 لواحد، 2 ناقص س ناقص س تربيع د س اللي هي 2 س ناقص س تربيع 2 ناقص س تكعيب 3، وناتج التعويض من سالب 2 لواحد. تكتب ناتج التعويض النهائي كله بيطلع الجواب 9 اعداد. تمام. طيب خلينا ناخذ نوع اقوى شوي من الامثله. طيب ناخذ مثال من درجه اعلى شوي، نقول في حركه اكثر شوي. طلعوا هذا المثال شو بقول؟ بقول ما مساحة المنطقة المحصورة بين اقتران اسمه س تربيع واقتران ثاني اسمه 2 ناقص س ومحور السينة. أول خطوة شو هي؟ أول خطوة تركزوا معي، أول خطوة اللي هي الجدول. هاي جدول ايش بيحتوي؟ بيحتوي قيم س وقيم ص. هاي قيم س قيم ص. نص السؤال بيقول لي هاي قيمة لص وهاي قيمة لص وهاي كمان قيمة لص اللي هي ص تساوي صفر، بس بالمقابل ما في عندي ولا قيمة لس. س يعني أعمدة، ص يعني اقترانات. هاي أعمدة وهي اقترانات. الخطوة الأولى شو هي؟ حدد القيم. هاي عندي أنا هون س تربيع، وعندي هون 2 ناقص س، وعندي هون صفر. هاي خطوة رقم واحد. خطوة رقم اثنين اللي هي حفلة المساواة بين كل قيم س مع بعض، يعني هاي المساواة الأولى وهي المساواة الثانية 2 ناقص س مع الصفر، وهي المساواة الثالثة س تربيع تساوي صفر. حل هون شو راح يطلع عندي حلول؟ راح يطلع عندي حلول س تربيع زائد س ناقص 2 تساوي صفر. تحليلها راح يعطيني س زائد 2 وس ناقص 1 تساوي صفر. يعني راح يطلع معي قيمة س تساوي سالب 2 وقيمة س تساوي 1. هذول قيم مين؟ قيم س. بالمقابل اللي هون حلولها س تساوي 2، هاي كمان قيمة. هي ثلاث قيم. القيمة الثالثة س تربيع تساوي صفر، راح يطلع عندي حلول هون س تساوي صفر. كم قيمة؟ واحدة اثنتين ثلاثة أربعة، وهون بالأصلي أصلا ما في قيم. إذا كل القيم طلعت من وين؟ من المساواة.
ما في قيمة ولا قيمة لسين أصلية. يعني أنا لما أرجع للسؤال، لما أرجع أحدد المساحة، ما راح أستخدم ولا واحدة من هذول الأربعة، راح أستخدم مين؟ الأشياء الموجودة هون فقط في الجدول، الأشياء الموجودة في الجدول. تمام؟ واضحة هاي؟ على كل الأحوال عشان ما تكون في مشاكل، أول خطوة خليناها الجدول، ثاني خطوة حفلة المساواة طلع فيها أربع قيم لسين، الخطوة الثالثة اللي هي رسم الإيش؟ المستوى البياني وتحديد الأعمدة عليه. الأعمدة راح نرسمهم باللون الأزرق. أي 1 2 3، 1 2 3، 1 2، وهكذا. يلا. العمود الأول عمود مين؟ سالب 2، هاي سالب 2، هاي العمود الأول عليها. العمود الثاني عمود مين؟ عمود الواحد، هاي عمود الواحد. العمود الثالث عمود مين؟ عمود الاثنين، هاي عمود الاثنين. العمود الرابع عمود مين؟ عمود الصفر، هاي عمود الصفر. فوق هذا بنحط هيك، نذكر انه هون في عندنا ايش؟ عمود. رسمنا اربعة عمود، عمود السالب اثنين، عمود الصفر، عمود الواحد، عمود الاثنين. الخطوة اللي وراها، بعد ما رسمنا الاعمدة نرسم الاقترانات، اي اقترانات؟ الثلاث اقترانات. كيف نرسمهم؟ هاي نرسمهم باللون الاخضر. نبلش بالسين تربيع، السين تربيع هاي 1 2 3 4. نعوض فيها سالب 2 من اول عمود لاخر عمود، يعني بدي ابلش رسم من هون لهون. امر على كل القيم. سالب 2 تربيع 4، هاي 4. سالب 2 تربيع 4، سالب 1 تربيع 1، 0 تربيع 0، 1 تربيع 1، 2 تربيع 4. هاي هيك رسمت الاقتران الاول من اول عمود لاخر عمود. بعد ما نرسم السين تربيع مين نرسم؟ 2 ناقص سين. يلا سالب 2 ناقص ناقص 2 4، 2 ناقص ناقص 1 3، 2 ناقص 0 2، 2 ناقص 1 1، 2 ناقص 2 0. وهذا خط مستقيم لأنه اقتران خطي، هاي خط مستقيم. الرسمة الثالثة رسمة مين؟ محور السينات اللي هو صفر، هاي محور السينات، هاي هاي الرسمة الثالثة. تمام؟ بس تخلص انت الرسمة هاي لا تستعجل في الحكم ابدا، المطلوب انك تحدد المنطقة بدقة. بين مين ومين ومين المنطقة؟ المنطقة محصورة بين ثلاث شغلات، هاي بدي ارسم لك اياهم باللون، بعرفش ايش اسمه اللون هذا، البيربول، كأنه بيربولي دريني يعني. المهم بنرسمهم هون، سين تربيع، هاي سين تربيع، هاي سين تربيع صح، واثنين ناقص سين، هاي اثنين ناقص سين، هاي اثنين ناقص سين صح. ومحور السينات، هاي محور السينات، فهاي هي المنطقة المخصصة اللي احنا بدنا اياها. تمام؟ نعيد مرة ثانية، سين تربيع، هاي سين تربيع، والخط المستقيم هي الخط المستقيم، هي عناصر الرسمة، حدود الرسمة. تمام؟ ومحور السينات هي محور السينات. إذا أنت فكرت تحكي هون في هاي المنطقة، هاي المنطقة ما فيها سين تربيع، ما فيها محور سينات. إذا فكرت تحكي في هاي المنطقة ما فيها محور سينات، إذا فكرت تحكي في هاي المنطقة ما فيها خط مستقيم، فالمنطقة ما في إلها غير خيار واحد، اللي هو خيار إيش؟ هاي المنطقة اللي تحت. القاعدة شو بتقول؟ طبعا القاعدة شو بتقول؟ طلعوا قاعدة شو بتقول؟ عندكم ثمان، أجرب على الشغلة بس. طلعوا قاعدة شو بتقول؟ هاي المنطقة المضللة صح؟ تبدأ بعمود الصفر وتنتهي بعمود الاثنين. أستاذ طب ليش ما استخدمنا الأعمدة في الرسمة؟ نعيد مرة ثانية، تحديد المنطقة، تحديد المنطقة شيء مهم جدا. لما تيجي تحدد انت كطالب تيجي تحدد المنطقه، ما بتطلع على الاعمده، بتطلع على الاشياء الموجوده في الجدول بس، هذول الثلاث شغلات 1 2 3، هذول بس اللي بيدخلوا في الرسمه لما تيجي تحدد المنطقه. لما ترسم الاعمده بترسم كل الاعمده عادي، ما فيش مشكله، لكن لما تحدد المنطقه بس بدك تهتم لهي الشغلات. تمام لحد الان؟
لو طالب من الطلاب بدي هذه المنطقة راح يقول لي بدي السين تربيع، هاي السين تربيع، بدي الخط المستقيم، هاي الخط المستقيم، وبدي محور السينات، هاي محور السينات، فإذا هاي المنطقة المظللة. لما أقول هاي المنطقة المظللة، الآن بيجي دوري أنا كطالب أحط قوانين اللي بتحسب هاي المنطقة المظللة. القانون شو بقول هون؟ بين كل عمود، هي العمود الأول المنطقة الفعالة، بس المنطقة الفعالة بمر ثلاث أعمدة، منهم الصفر والواحد والاثنين، هاي هي المنطقة اللي احنا بدنا إياها. بين ثلاث أعمدة، بين كل عمود وعمود في تكامل. التكامل الأول اسمه المساحة الأولى، والتكامل الثاني اللي هو من وين لوين، من واحد لاثنين، اسمه المساحة الثانية. التكامل الأول لو إجينا نقيم في عمود وهمي، هاي العمود الوهمي تبعه، بين الصفر وبين واحد نقيم عمود وهمي، مين اللي فوق اللي هو سين تربيع، ومين اللي تحت اللي هو الصفر، هذا اسمه سين تربيع وهذا اسمه صفر. طيب التكامل الثاني، مين اللي فوق الخط المستقيم، ومين اللي تحت، هاي العمود الوهمي هون بقول لك اللي فوق الخط المستقيم واللي تحت الصفر، فاللي فوق 2 ناقص سين واللي تحت صفر. تحسب بعديها قيمة التكامل الأول وقيمة التكامل الثاني. قيمة التكامل الأول بتكامله سين تكعيب على 3 من صفر لواحد، بتعوض بطلع جواب 1 على 3. قيمة التكامل الثاني اللي هو 2 سين ناقص سين تربيع 2 من 1 لـ2، تكتب هسه بتعوض التكامل اللي فوق وتعوض اللي تحت، جواب الجواب كله بيطلع كمان نص، وبتجمع الثلث والنص، جوابك الأخير ميم تساوي ميم 1 زائد ميم 2، جوابك الأخير اللي هو ثلث زائد نص، يعني كل المساحة قيمتها كم؟ 5 على 6. تمام ماشي الحال. ناخذ كمان مثال على هاي الحالة. طلع النص هون شو بقول؟ ما مساحة المنطقة المحصورة بين الاقتران اللي اسمه قاف السين يساوي سين تربيع، الاقتران اللي اسمه 2 ناقص سين، والمستقيم اللي اسمه صاد تساوي 4. جدول، اي جدول سين صاد، قيم سين يبدو انه ما فيش، قيم صاد من خلال هذا الجدول، هاي قيمة صاد وهاي قيمة صار الاقترانات وهاي قيمة صاد، فانا عندي 4 قيم، سين 3 قيم و2 ناقص سين و4، هاي الخطوة الأولى الجدول. الخطوة الثانية المساواة، سين تربيع تساوي 2 ناقص سين، يعني سين تربيع زائد سين ناقص 2 تساوي 0، يعني حلل لي اياها سين زائد 2 وسين ناقص 1 تساوي 0، الحلول راح تطلع سالب 2 و1. هاي المساواة الأولى. المساواة الثانية اللي هي هاي مع هاي وهاي مع هاي، وبعدين آخر وأول واحدة أخرى، سين تربيع تساوي 4، سين تساوي 2، سين تساوي سالب 2. المساواة الثالثة 2 ناقص سين تساوي 4، يعني سين تساوي سالب 2. الآن بس تخلص حدد لي الأجوبة، شو الأجوبة اللي طلعت معك؟ الأجوبة اللي طلعت معك هي اللي حددها هون، 2 وسالب 2 والواحد والاثنين هاي تكررت، والسالب 2 هاي تكررت، خلص مكتوبة. إذا كم قيمة عندي أنا؟ السالب 2 والواحد والصفر. نرسم أعمدة، أعمدة السالب 2 والواحد والصفر. أعمدة السالب 2 والواحد واثنين، هاي عمود السالب 2 وهاي عمود الواحد وهاي عمود مين؟ عمود الاثنين. بس تخلص انت رسم الأعمدة هاي كلياتها، كل اللي بدك تسويه بدك ترسم الاقترانات. نرسم الاقترانات، الاقتران الأول كيف بنرسم؟ من أول عمود لآخر عمود، هي عمود السالب 2، هي عمود السالب 1، هي عمود الواحد، هي عمود الاثنين. يلا ارسم سالب 2 مع التربيع 4، سالب 1 مع التربيع كل قيم، عوض كل قيم، 1، 0 مع التربيع 0، 1 مع التربيع 1، 2 مع التربيع 4. الرسمه بهذا الشكل. طيب نرسم الاقتران الثاني اللي هو 2 ناقص سين، 2 ناقص ناقص 2 4، 2 ناقص ناقص 1 3، 2 ناقص 2، 2 ناقص 0 2،
2 ناقص 1 بعوض قيم انا 2 ناقص 1 1 2 ناقص 2 0 ترسم خط مستقيم هاي الخط المستقيم تقريبا نفس رسمة السؤال السابق اللي بتطلع هي نفس رسمة السؤال السابق وشو اسوي بعد هيك بعد ما اخلص من هاي الرسمة باجي بقول هون تحديد المنطقة المطلوبة تحديد المنطقة المطلوبة كيف نحدد المنطقة المطلوبة ما ننساش نرسم طبعا الاقتران الثالث هذا اللي هو الأربعة هاي الاقتران الثالث اللي هو أربعة هاي خط مستقيم هيك المنطقة المطلوبة بين مين ومين ومين بين واحد بين واحد هيهم هون حاط عليهم اسهم انا واحد واثنين وثلاث بين الثلاث شغلات مرور هاي المنطقه المطلوبه يلا حددها هاي المنطقه المطلوبه كيف سين تربيع هاي سين تربيع صح واثنين ناقصين اثنين ناقصين هاي اثنين ناقصين وسين تساوي 4 هي سين تساوي 4 والمنطقة المحصورة هي هي المنطقة المحصورة لاحظ قبل شوي السؤال قبل شوي كان من محور سين حصلنا المنطقة اللي تحت حصلنا هاي المنطقة قبل شوي لأنه كان في محور سين هسا بدل محور سين شو حطينا احنا؟ حطينا سين تساوي صاد تساوي 4 طلعت المنطقة اللي فوق فأنت ضروري جدا لما تجي تحدد المنطقة تهتم بالأشياء اللي عندها الأسهم فقط اللي هي الجدول الأصلي ولو كان في قيم للسين هون رح تدخل بالحساب او الاعمده هاي فقط للرسم هاي الاجوبه حتى تكون انت بالصوره الاعمده من وين تيجي؟ تيجي من الجدول الاصلي وهاي بتدخل في المنطقه تدخل في حساب المنطقه يعني تحديد المنطقه تمام ومن المساواه بس هاي ما بتدخل هاي بس نستخدمها للرسم تمام خلصنا احنا هذا الكلام نيجي نقول بعد ما خلصنا هذا الكلام نيجي نقول وين آلية حساب المنطقة؟ طبعا كل اللي راح تسويه انت بهاي الحالة شو راح تعمل؟ راح تقول لي بين كل تكامل وتكامل شو في عندك؟ بين كل تكامل وتكامل بين كل عمود وعمود في تكامل. طيب معناته نيجي على أول عمود في المنطقة المحددة شو هو العمود اللي هو هيو؟ ثاني عمود اللي هو هيو؟ ثالث عمود هيو؟ بين كل عمود وعمود في تكامل فبتكتب ميم واحد اللي هو التكامل الأول ميم اثنين اللي هو التكامل الثاني ميم واحد من سالب اثنين ل واحد من العمود الأول للعمود الثاني طب أستاذ ومحور الصادات ما دخل في الحساب ما طلع معنا محور الصادات في الحل ما فيش عمود رسم العمود محور الصادات أصلا طيب والتكامل الثاني من وين من واحد لاثنين التكامل الأول هاي المنطقة الأولى لو إجينا نرسم عمود وهمي في النص كيف العمود الوهمي هاي من هذا العمود لهذا العمود في النص هون ارسم لي عمود وهمي هي عمود وهمي مين اللي فوق؟ أربعة ومين اللي تحت؟ الخط المستقيم هي العمود الوهمي شفته؟ اللي فوق أربعة واللي تحت الخط المستقيم اللي هو 2 ناقص سين تحسب هذا التكامل طيب المنطقة الثانية من وين لوين؟ من واحد لاثنين مين اللي فوق؟ أربعة ومين اللي تحت؟ اللي هو سين تربيع فبكتب هون التكامل الثاني 4 ناقص سين تربيع بتوقع عليك بس حسابات التكامل حساب التكامل الأول اللي هو راح يطلع جوابه بعد التكامل 9 على 2 وحساب التكامل الثاني اللي هو راح يطلع بعد التكامل 5 على 3 كل المطلوب منك انك تجمع 9 على 2 وال 5 على 3 عشان يطلع جوابك النهائي 37 على 6 للي بيسال انت لازم تخلص تكامل بعدين تعوض التكامل محدود عادي ما عليه اي مشاكل تمام خلينا ننتقل معناها لمثال اخر مثال شو بقول هون نفس السؤال بقول لك ما مساحة المنطقة المحصورة بين الاقتران اللي هو 5 س ناقص س تربيع ناقص 4 ومحور السينات والمستقيم ص يساوي س كان هذا السؤال يكون كثير دقيق في الحل ما تعقد الامور ولا تعصب جدول صاد وسين خلينا نعكسهم احنا متعودين دائما العكس سين وصاد الاقترانات هذا اقتران 5 س ناقص س تربيع ناقص 4 وهذا اقتران اللي هو صاد تساوي صفر وهذا اقتران
اللي هو صاد تساوي سين. مش تيجي تقول لي والله هاي قيمة سين تساوي صاد، خلينا نكتب هون صاد. طبعا أكيد لا، لأنه هاي أعمدة، أعمدة يعني ثوابت، هاي أعمدة، فما بس أكتب هون غير ثوابت. أنسى إنه يجي طالب من طلاب يقول لي بنحط على صاد سين، انتبه لهي الشغلة. فإذا أنا بفهم إنه ما في عندي أعمدة، الخطوة اللي وراها شو أسوي أنا كطالب؟ أنا كطالب لما أجي أشتغل الخطوة اللي وراها، كل اللي بروح بسويه بدي أعمل بعد ما أعمل الجدول وأكد مرة ثانية على إنه أنا عمل الجدول هون مش عشوائي. يعني لما أجي أعمل جدول بدي أنتبه لقضية مهمة، مش عشوائي أعمل الجدول. عايز أعمل الجدول بدك تنتبه إنك تحط قيم صاد، لو تحط قيم سين، وبعد ما تحط قيم صاد وقيم سين بدك تنتبه لقضية مهمة جدا اللي هي إيش؟ عمل الجدول. بعد ما تعمل الجدول هون أنت كطالب بدك تنتبه لقضية مهمة، خطوة رقم 2 اللي هي المساواة. المساواة 5 سين ناقص سين تربيع ناقص 4 مع الصفر، هاي أول مساواة. المساواة الثانية 5 سين ناقص سين تربيع ناقص 4 مع مين؟ مع السين. والمساواة الثالثة محلولة وجاهزة اللي هي سين تساوي صفر. هاي أول جواب صار جاهز عندي. هاي لما تسويها بالصفر تنقلها على الطرف الثاني أو تاخذ سالب عن المشترك. الحالين نفس الشيء، احنا قلناها على الطرف الثاني وحللناها، حيطلع عندي تحليلين سين تساوي 4 وسين تساوي 1. وهون لما تيجي تحل هاي المعادلة نقولها كلها على الطرف الثاني، رح يطلع لك سين تربيع ناقص 4 سين زائد 4 تساوي 0. هاي مربع كامل سين ناقص 2 تربيع، يعني الحلول ايش رح تطلع؟ سين تساوي 2. عندي انا الصفر والاثنين والواحد والايش؟ والاربعة. هذول ولا واحد فيهم راح يحدد لي منطقة، بس هذول كلهم بدهم يرسموا كأعمدة. مين اللي بيحدد لي المنطقة؟ الأعمدة اللي بتيجي من الحل من هون. تمام؟ الخطوة اللي وراها زي ما ذكرناكم، الإشي اللي عليه سهم هو فقط اللي بيدخل في الإيش؟ في تحديد المنطقة. طيب، نيجي على الخطوة اللي وراها، نرسم الأعمدة، هاي الأعمدة. هاي الأعمدة، تفضل. أعمدة إيش عندك؟ سالب واحد، سالب اثنين، واحد، صفر، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. هاي الأعمدة اللي عندي. نرسم عمود الصفر. هاي الأعمدة نرسمها باللون الأخضر. عمود الصفر، هاي عمود الصفر، ماشي. وعمود مين؟ عمود الواحد، هاي عمود الواحد. وعمود مين؟ عمود الاثنين، هاي عمود الاثنين. الأربعة أعمدة اللي كلها معك بالحل. عمود مين؟ عمود الأربعة، هاي عمود الأربعة. استاذ يعني اكمل؟ لا ما تكمل، ما تحط تكاملات من، انت بس تحدد المنطقه، المنطقه اللي انت ظللتها هي اللي بتحط لها تكاملات. طيب رسمنا الاعمده، بعد ما نرسم الاعمده نرسم الاقترانات اللي هم هذول 1 2 3. تعويض الصفر سالب 4، 1 2 3 4 هي سالب 4. تعويض الواحد 5 ناقص 1 4 ناقص 4 0. تعويض الاثنين 10 ناقص 4 ناقص 4 2، هي 1 هي 2. تعويض الثلاث 15 ناقص 9 6 ناقص 4 2، تعويض الثلاث 2 بيطلع. تعويض الواحد، تعويض الأربعة عفوا، احنا نمسك الأربعة ونعوضها بالاقتران، 20 ناقص 16 ناقص 4 بيطلع جواب صفر. هاي رسمة الاقتران أول. طيب بعد ما رسمنا هاي الرسمة نيجي نرسم الاقتران الثاني. مين الاقتران الثاني؟ اللي هو الصفر، هاي الصفر، هاي رسمة الاقتران الثاني. بعدين نرسم الاقتران الثالث اللي هو صاد تساوي سين. تعويض الصفر صفر، تعويض الواحد واحد، تعويض الاثنين اثنين، تعويض الثلاث ثلاث، تعويض الأربعة أربعة. وترسم خط مستقيم، هاي خط مستقيم واحد. هاي هي الرسمة. بعد ما تحدد الرسمة ترجع للأسهم اللي انت حطيتهم، واحد اثنين ثلاث، هذول الأسهم لمين؟ هم اللي بيحددوا المنطقة المطلوبة. الاقتران، هاي الاقتران، هاي الاقتران، ومين؟ والصفر، هاي الصفر. الاقتران مع الصفر مع الخط المستقيم، وين هالمنطقة؟ هاي هي المنطقة، هاي هي المنطقة. ما تخاف كثير من المنطقة هاي، أنا أظهر لها بشكل ألطف شوي.
ما تخاف من المنطقة هاي، خلينا نقول لها بلون ثاني عشان تكون الأمور واضحة. هاي المنطقة حليها، ما تخاف. أنت بدك تفهم شغلة، إنه هاي المنطقة بلشت من عمود هون وانتهت بالعمود اللي هون، فمرت على كم عمود؟ على 3 أعمدة. بين كل عمود وعمود بتحط تكامل، التكامل الأول من 0 لـ1، والتكامل الثاني من 1 لـ2. 0 لـ1 لو أقمنا عمود في النص هون، هاي عناصر العمود، راح يطلع الجواب اللي فوق الخط المستقيم اللي هو إيش؟ ص تساوي س، واللي تحت 0. ولو أقمنا عمود ثاني في المنطقة الثانية من 1 لـ2، أقمنا عمود، هاي العمود الثاني اللي درسنا فيها باللون يكون مبين معك، هاي العمود الثاني بين الواحد، بين الواحد وبين الاثنين أقمت أنت عمود، راح تكتشف إنه اللي فوق اللي هو الخط المستقيم اللي هو س، واللي تحت اللي هو الاختلال التربيعي 5 س ناقص س تربيع ناقص 4. هون دال س وهون دال س، هاي اسمها ميم واحد وهي اسمها إيش؟ ميم اثنين. جواب هذا التكامل س تربيع 2 تعويضه كله بيطلع نص، وجواب هذا التكامل اللي هو بس تخلص التكامل جوابه النهائي راح يطلع 1/3، وبتجمع النص والواحد على 3. إذا ميم تساوي نص، ميم 1 زائد ميم 2، نص زائد 1/3 كله على بعضه بيطلع قديش؟ 5/6. طبعا لو اجى طالب بيقول لي استاذ انت ما جبت لنا امثله غير على الاقترانات العاديه، طب خلينا ناخذ مثال مثلا على اقترانات لوغاريتم، اقترانات مش معروفه، اقترانات صعبه نرسمها، شوف هذا المثال. هاي بيقول لك هون ما مساحة المنطقة المحصورة بين الاقتران اللي هو صاد يساوي لو سين ومحور السينات والمستقيم سين تساوي ها. كل المطلوب انت منك بهاي الحالة شغلة واحدة، جدول، هاي جدول سين وصاد، قيم سين هي في عندي قيمة ثابت، هذا ثابت لا تنسى، هذا ايش ماله؟ ثابت قيمته 2.7 تقريبا. والاقترانات في عندي اقتران هون وفي عندي اقتران هون، هذا اسمه صاد تساوي صفر، فبتكتب انت هون لو سين، تكتب هون ايش؟ صفر. هاي اول خطوة. الخطوة الثانية حفلة المساواة، لو سين تساوي كم؟ صفر، معناته السين كم قيمتها؟ ها قوة صفر تساوي سين، يعني السين قيمتها 1، مش عندي غير مساواة واحدة. كم عمود عندي صار عندي؟ عندي صار عندي عمودين، واحد منهم من الرسمة الأصلية وواحد من الجدول الأصلي وواحد منهم من المساواة، برسمهم الاثنين. هاي 1 2 3، برسم عمود الواحد وعمود مين؟ الصفر. هاي عمود الصفر اللي هو، خليني ارسم لكم اياهم عشان بلون ثاني عشان ما يصيرش في خربطات. هاي عمود الصفر وهي عمود الواحد، ماشي الحال. الخطوه اللي وراها نرسم الاقترانات. كم اقتران عندي؟ عندي اقتران اسمه صاد تساوي صفر، ايوه، وعندي اقتران اسمه لوغاريتم. لو نيجي على موضوع التعويض، نيجي على رسمة الاقتران عشان ما يصيرش فيها خربطات. أنا كأني ناقل إشي غلط، بس بعد إذنكم ثواني. وننساش عمود اللي هو عمود الثلاث 2.7 اللي هو من الاقتران الأصلي. تمام، أنا عندي هاي عمود وهاي عمود، عمود الصفر، عمود الواحد عفوا، عمود مين؟ الثلاث ال 2.7 اللي هو بيجي قبل الثلاث اللي هو ها. انا اسف بكرر الاعتذار مره ثانيه، انا عامل رسم العمود اسمه عمود الصفر، فيش عندي عمود اصلا اسمه عمود الصفر، بعتذر انا. خلينا نعيد من اول عشان تكون الامور واضحه. عملنا حفلة المستوى، بعد ما نعمل حفلة المستوى يجي ايش؟ لا الرسمة، هاي الرسمة. أنا مش قبل شوية رسمت عمود الصفر، ما في عمود اسمه عمود الصفر، بكرر اعتذاري مرة ثانية. برسم عمود الواحد، هاي عمود الواحد، وعمود الها اللي هو بيجي قبل الثلاث بشوي، وهي عمود الثلاث. نيجي على موضوع الرسم. الرسمة الأولى اللي هي رسمة ص تساوي س صفر، هاي رسمة ص تساوي صفر هون في المنطقة هاي،
ورسمة اللوغاريتم، لوغاريتم الواحد اللي هو بيطلع جوابه صفر، ولوغاريتم الها مش العمود الها اللي هو 2.7 بيطلع لو الها قد جوابه واحد. نرسم هاي الرسمة. هسا لتحديد المنطقة طلع مين اللي بيستخدم تحديد المنطقة؟ تحدد ثلاث شغلات في المنطقة، واحد اثنين ثلاث، هذول الثلاث اللي دخلت في المنطقة. لكن هاي ما جبناش سيرتها في تحديد المنطقة، هاي اللي هون هاي ما جبنا سيرتها ابدا في تحديد المنطقة. يعني الطالب لازم يكون فاهم انه هون تحديد المنطقة ما بيحتاج انه ايش؟ انه يستخدم الجواب اللي طلع من المساواة، هذا حكي حكيناه وبعيده مثلا مرة مرتين وثلاث. الجواب اللي بيجي من المساواة انا ما بستخدمه في تحديد المنطقة، لكن الجواب اللي موجود في الجدول اصلا، العمود موجود في الجدول اصلا اكيد راح استخدمه. كيف نعوض هسه هون المنطقة؟ كيف نحدد المنطقة؟ تحديد المنطقة سهل. نستخدم الها، هاي عمود الها. وهي الصفر وهي مين؟ اللوغاريتم. هاي هون ثلاث في المنطقة، هاي هون موجود المنطقة. كم عمود داخل هاي المنطقة؟ تبدأ من عمود الواحد وتنتهي بعمود الها، ما في أي عمود بيناتهم، فبكتب من قيمة الواحد لقيمة الها. لو أخذنا عمود وهمي بالنص هون، هاي العمود الوهمي بيقول لي إنه من هون أعلى إشي اللي هو اللوغاريتم، وأقل إشي اللي هو الأدنى اللي هو الصفر. وكلنا بنعرف نكمل اللوغاريتم، هذا اللوغاريتم عشان اكمله بدك تستخدم الاجزاء، قاف تساوي لوغاريتم س، د قاف تساوي 1 على س، وعندك بالمقابل هون د س تساوي د ه، يعني س تساوي ه، تكامل عادي، حساب عادي، بيطلع عندك س لو س من 1 لها ناقص تكامل س في 1 على س من 1 لها. هذا التكامل جواب الواحد في ه ناقص 1 يعني، وهذا التعويض اللي فوق ها لو ها اللي هو ها، وتعويض الواحد اللي هو كان بيطلع صفر. الجواب المساحة كله على بعضه بالأخير بيطلع قديش جوابه كله بيساوي واحد. طبعا يا جماعة بإمكانكم على الدوسية تمروا على الأمثلة الموجودة من مثال واحد لحديت مثال رقم 11. احنا مرينا على هاي الأمثلة اليوم بهذا الفيديو، الفيديو القادم إن شاء الله راح نكمل بهذا المسير. أتوقع فيديو المساحة راح تأخذ معنا من 3 لـ 4 فيديوهات بهذا الكم. لقاءنا القادم إن شاء الله في فيديو المساحة 2. اللي بيسأل بالنسبة لفيديوهات المساحة، كل الفيديوهات راح تكون متقاربة، يعني ما راح تأخذ وقت، الموضوع كله بنفس الفكرة، بس احنا بنجزئه حتى انك ايش تقدر تراجع. الأربع فيديوهات فتوقع راح يكونوا نازلين قبل نهاية يوم الجمعة، لأنه إحنا في عنا خطة إن شاء الله. أول فيديو ننزل فيه بالنسبة للفطوع اللي هو راح يكون يوم الأحد، أول فيديو في مادة وحدة الفطوع. الله يعطيكم العافية، ولنا لقاء آخر إن شاء الله.